هاي، اخباركم ايه؟ اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا كويسين، تكونوا واخدين بالكم من نفسكم، واتمنى ان انتوا كلكم تكونوا قاعدين في البيت. يا جماعه الفتره دي ضروري جدا، لو ما وراكمش اي حاجه ضروريه ما تنزلوش من البيت يا ريت. النهارده انا هكلمكم عن موبايل جديد نازل السوق المصري ينافس في الفئه الاقتصاديه، وهو موبايل ريلمي سي 3. الموبايل ده هيكون متوفر في السوق المصري خلال الفتره الجايه. خلوني النهارده اكلمكم عن اهم المزايا والعيوب بتاعه الموبايل. بس طبعا قبل ما ندخل في الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس. وطبعا اول حاجه هنبدا بيها هو التصميم بتاع ريلمي سي 3. الظهر هنا هو مختلف شويه عن اغلب الموبايلات اللي احنا بنشوفها دلوقتي. يعني طبعا الظهر هنا هو معمول من البولي كاربونيت او البلاستيك، فيه زخرفه كده اهوت، وتحس ان هو عليه نقشه. من عند الكاميرا تحس ان هو عامل زي شعاع كده بتاع الشمس، هم مسمينه سان شاين ديزاين. في ميزه معينه طبعا، هو بيحافظ على ظهر الموبايل من الخرابيش، يعني صعب جدا ان هو يتخربش على عكس مثلا ظهر اللامع. وطبعا الموبايل دوت في منه اكتر من نسخه، ولكن النسخه اللي نزلت مصر هي النسخه اللي فيها البصمه الخلفيه، وفيها كمان 3 كاميرات مش كاميرتين بس. البصمه شغاله بشكل كويس بالنسبه للموبايل في الفئه السعريه دي، يعني مش اسرع حاجه الصراحه انا قابلتها، ولكن في الاول وفي الاخر الفئه الاقتصاديه مش هتلاقي فيها اسرع بصمات. الكاميرات هنا هو طار في حته بروز، ده ممكن يبقى مشكله شويه لان الموبايل ده مش بيجي معاه كفر في العلبه. طبعا الاطار هنا بلاستيك بتاع الموبايل، والجزء التحتاني عندها سماعات السبيكر، يعني الصوت بتاعها مقبول بالنسبه للفئه السعريه بتاع الموبايل، ما فيهاش حاجه مميزه قوي. وعندنا مدخل الشحن يو اس بي عادي، للاسف مش يو اس بي تايب سي، كان نفسي نشوف تايب سي في الفئه السعريه دي. وعندنا مدخل سماعات الهيدفونز، بيدعم تشغيل خطين وكارت ميموري في نفس الوقت، ودي طبعا مطلب جماهيري بالنسبه للفئه الاقتصاديه. في الجزء الامامي طبعا عندنا شاشه الموبايل، وعندنا الكاميرا الاماميه في الووتر دروب نوتش، نوتش صغيره هنا في الموبايل. عندنا هنا الشاشه 6.5 انش اي بي اس ال سي دي بجوده اتش دي بلس، مش فول اتش دي زي اغلب برضو الموبايلات في الفئه الاقتصاديه. الشاشه هنا عليها بقى طبقه حمايه جوريلا جلاس 3، ودي حاجه تعتبر مميزه بالنسبه للفئه السعريه بتاعه الموبايل. الموبايل كمان لما بتطلعه من العلبه بتلاقي سكرين حمايه ملزوقه على الشاشه. الشاشه هنا عموما بتقدم تجربه مشاهده افلام وفيديوهات كويسه، وكمان السطوع بتاعها يعتبر كويس بالنسبه للفئه السعريه بتاعه الموبايل. الريلمي سي 3 هنا بيجي بنظام اندرويد 10 مع واجهه ريلمي الجديده. طبعا الواجهه هنا هو بتاعه ريلمي يو اي متشابهه جدا في الفيتشرز بتاعتها مع كلر او اس اللي احنا شفناها قبل كده في ريلمي 5 وريلمي 5 برو، ولكن طبعا الواجهه الجديده هو فيها شويه تغييرات وتعديلات وتحسينات عن اللي احنا شفناه قبل كده. اهم الاختلافات تعتبر شكليه اكتر، او يعني في التصميم نفسه بتاع الواجهه. تصميم الايقونات ان هو تختلف شويه، يعني لما تخش على الاعدادات بتاعه الموبايل هتلاقي ان تصميم الايقونات ان هو تختلف شويه عن الاول. تقسيمه بتاعه الاعدادات نفسها برده اختلفت شويه، الجزء بتاع ستاره الاشعارات والاختصارات السريعه اللي موجوده التصميم بتاعهم اتغير، والتصميم صراحه ان هو شكله حلو جدا. بقى في اوبشن ان انت على طول تشغل الدارك مود او الوضع الليلي من ستاره الاشعارات او الاختصارات اللي فيها، يعني ممكن تشغل الدارك مود بس ان هو الموبايل نفسه يبقى دارك مود. وفي اوبشن ان انت كمان تشغله للابلكيشنز اللي عندك، فيسبوك يشتغل غامق دارك مود، والتطبيقات التانية اللي انت عايزها. دي فيتشر مش هتلاقيها تقريبا في واجهه تانية او اي سوفت وير تاني. التصميم بتاع السمارت سايبر اللي بتطلع من الجنب دي التصميم بتاعها اختلف شويه. عندنا خدمه سحابيه او كلاود سيرفيس ممكن ان انت تابلود عليها او تعمل باك اب عليها للصور بتاعتك والكونتكست بتاعتك، دي خاصه بشركه ريلمي اسمها هاي تاب كلاود. دلوقتي كمان انت ممكن تغير في تصميم الايقونات بشكل عام، ان انت ممكن تخليها ايقونات دائريه او مربعه. في اوبشن كمان ان هي في حاجه اسمها ايكون ارت، تحدد مثلا حجم الايقونه يبقى صغير قوي، بيضاوي، صغير جدا. في حبه اوبشنز كده وكاستمايزيشنز الصراحه حلو. طبعا احنا عندنا المزايا اللي احنا متعودين بقى عليها اصلا، تشغيل نسختين من تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتقسيم الشاشه نصين. عندنا خاصيه الفيس انلوك او ان انت تفتح الموبايل ببصمه وشك وشغاله بشكل كويس. عندنا هنا في الموبايل اف ام راديو، اغلب المستشعرات اللي انت ممكن تحتاجها هتلاقيها في الموبايل. والموبايل هنا كمان بيدعم تشغيل نظارات الواقع الافتراضي. النسخه اللي نازله مصر من الريلمي سي 3 بتيجي ب 3 جيجا رام و 64 جيجا ميموري، بيجي بمعالج ثماني نواه ميديا تك هيليو جي 70 بمعماريه 12 نانومتر. فئه الجي عموما بتاعه ميديا تك موجهه اكتر للجيمنج، او ان هي تبقى البرفورمانس بتاعها حلو من ناحيه اداء الالعاب. موبايل هنا بيقدر يشغل لعبه ببجي على هاي جرافيكس اتش دي، وبيشغلها معاك بشكل كويس، يعني مش هتلاقي معاها اي مشاكل، ودي طبعا تعتبر حاجه كويسه جدا بالنسبه للفئه السعريه بتاعه الموبايل. اما بقى بالنسبه للعبه كول اوف ديوتي، فالموبايل هنا بيقدر يشغلها على اللو جرافيكس مع فريم ريت ميديم. بصراحه انا بحب لعبه كول اوف ديوتي، ولعبت على الموبايل ده كتير جدا لعبه كول اوف ديوتي، والاداء بتاع اللعبه كان في الموبايل ده صراحه كويس جدا بالنسبه للفئه السعريه بتاعه الموبايل. بالنسبه بقى لارقام البنش ماركس، فده السكور بتاع الموبايل على انتوتو بنش مارك، وده السكور بتاع الموبايل على ابلكيشن جيك بنش، سواء اختبار السنجل كور او اختبار المالتي كور. بالنسبه لتجربه الشبكات، فصراحه تجربتي كانت محدوده شويه لان انا مش بنزل من البيت خالص الفتره دي، ولكن لما ركبت عليه الخطوط بتاعتي كان شغال معايا بشكل
بشكل كويس. طبعا حتة الشبكة دي هتفرق جامد جدا على نوع الشبكة بتاعتك والمكان اللي انت متواجد فيه. الريمي سي 3 بيجي ببطارية 5000 ملي امبير. بطارية نوت تعتبر من اهم مزايا موبايل الريمي سي 3، يعني المعالج والبطارية يعتبروا من اهم نقاط القوة في الموبايل ده. البطارية دي هتقعد معاك مثلا 10 ساعات سكرين اون تايم، لعب واستخدام سوشيال ميديا ومكالمات وكده. برومنس هنا بتاع البطارية هيعجبك جدا. الموبايل والبطارية نوت فيهم ميزة صراحة بقالنا كتير قوي ما شفناهاش في موبايلات الفئة الاقتصادية والفئة المتوسطة. الخاصية دي هي امكانية الشحن العكسي، ان انت تقدر باستخدام الموبايل ريدمي سي 3 ان انت تشحن موبايلات تانية، تشحن الاكسسوارز بتاعتك، مثلا تشحن السمارت باند بتاعتك، تشحن سماعات البلوتوث بتاعتك، كل دوت عن طريق استخدام الاو تي جي، وصل الاو تي جي، وتقدر ان انت تشحن بالموبايل دوت اي حاجه تانية. وبالكلام عن الشحن، فالموبايل هنا للاسف ما بيدعمش الشحن السريع، يعني عشان تشحن موبايل من زيرو مثلا ل 100 ممكن يقعد معاك 3 ساعات او اكتر، طبعا على حسب انت قاعد بتستخدم الموبايل وانت بتشحنه ولا سايبه يتشحن وخلاص. واخيرا بقى هنتكلم عن الكاميرات، وهنبدا بالكاميرا الاماميه. الموبايل هنا بيجي بكاميرا اماميه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4، فيها طبعا خاصيه تصوير البورتري او اللي هو تصوير العزل مثلا، وفيها امكانيه ال HDR، وفيها كمان وضع التجميلي اللي انت ممكن تستخدمه في الصور بتاعتك. كمان بتقدر تصور فيديوهات بجوده فول اتش دي على 30 فريم في الثانيه. الصبح الصراحه الصور كانت طالعه كويسه بالنسبه للكاميرا، طبعا 5 ميجا بكسل كانت طالعه مظبوطه، يعني طبعا الصور ما كانش فيها تفاصيل قوي، ولكن مثلا التصوير البورتري او العزل كان طالع مظبوط. تصوير ال HDR كان في صور كان طالع مظبوط معايا، وفي صور خلفيه كانت مقصوعه شويه. تجربه التصوير هنا كانت صعبه شويه في الاضاءه ضعيفه، لان 5 ميجا بكسل والفتحه عدسه ضيقه، تفاصيل يعني بتقل اكتر والنويز بتبقى واضحه اكتر في الصور. هاي دي تجربة تصوير بالكاميرا الأمامية للموبايل ريدمي سي 3. الكاميرا هو بتقدر تصور فيديوهات بجودة فول اتش دي على 30 فريم في الثانية بس. خلوني اتحرك كده عشان نشوف الثبات والكلام ده كله. تجربة تصوير فيديو عسلم بما ان احنا كلنا في حظر التجوال دلوقتي والواحد ما بينزلش، فبس اديني هنا يعني بصور في الاضاءة بتاعة السلم المختلفة عشان نشوف الكواليتي بتاعت الكاميرا عاملة ايه. بس بالنسبه بقى للكاميرا الخلفيه، فالموبايل هنا بيجي بثلاث كاميرات خلفيه. العدسه الاساسيه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.8، عدسه عشان العزل 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4، عدسه ماكرو عشان تصوير عن قرب قوي، ودي برده 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4. فيها طبعا وضع التصوير العادي والبورتري، بيقدر يصور فيديوهات بجوده فول اتش دي على 30 فريم في الثانيه. الكاميرا الخلفيه هنا فيها خاصيه الكروما بوست اللي هي بتعزز الالوان وبتخلي الالوان مشبعه. تجربه التصوير الصبح بالكاميرا الخلفيه الصراحة كانت كويسة، يعني انا افضل ان انت تشغل وضع الكروما بوست وانت بتصور، بتعزز الالوان بشكل كبير جدا وتخلي الالوان حلوة بتاعت الصور. طبعا في الاضاءة الضعيفة كواليتي بتاعت الصور بتنخفض بشكل كبير، ولكن يعني برضو الصور فيها شوية تفاصيل كويسة مش وحشة. يعني بالنسبة للتصوير بالعدسة الماكرو، فمحتاج ثبات قوي جدا عشان تطلع الصورة مظبوطة. بالتصوير بالكاميرا الخلفية لموبايل ريلمي سي 3، الكاميرا هنا بتقدر تصور فيديوهات بجودة فول اتش دي على 30 فريم في الثانية. مفيش كواليتي اعلى من كده هنا في الكاميرا الخلفية، بس انا اتمنى الفريم يبقى مظبوط. بتحرك طبعا عشان نشوف الثبات بتاع الكاميرا وصوت المايك عامل ازاي والكواليتي بتاعة الفيديو عاملة ازاي. دي بقى تجربة تصوير بالكاميرا الخلفية برضو على السلم، عشان نشوف برضو الكواليتي بتاعتها. طبعا الاضاءة هنا ضعيفة مش قوية قوي، بس يعني فدي تعتبر يعني زي الاضاءة الليلية او حاجة كده. يعني وقت عمل الفيديو ده انا ما عنديش فكرة بالظبط سعر الريمي سي 3 هيكون كام، ولكن المتوقع ان الموبايل يكون سعره 2500 او اقل 2200 حاجة كده. ساعتها الموبايل هيكون باكج حلوة جدا في الفئة السعرية دي، هيقدم بطارية قوية جدا وهيقدم معالج قوي بالنسبة للألعاب. الناس اللي بتهتم بالألعاب هتلاقي موبايل كويس بالنسبة لها في الفئة السعرية دي. يمكن بس الحاجة اللي ما عجبتنيش قوي في الموبايل كانت الكاميرا، يعني مواصفات الكاميرا نفسها قليلة، كان نفسي اشوف مواصفات اعلى من كده، ولكن اداء الكاميرا بالنسبة للمواصفات بتاعتها كان كويس. عموما لو بتفكروا تشتروا ريمي سي 3 نازل باللونين، اللون الاحمر اللي معايا، في لون تاني ازرق برده شكله حلو جدا. انا هبقى اسيب لكم لينكات الشراء في التعليق المثبت وفي الديسكربشن بتاع الفيديو، تقدروا تشتروا منهم الموبايل يعني لما توفر يعني لينكات الشراء ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايكات كتير وشير عشان الفيديو يوصل لناس اكتر، وطبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، وتقدروا تتابعوني على فيسبوك وانستغرام لويس الحسيني، وتنضموا للجروب بتاعي تيك كيتشن على فيسبوك. لو عندكم اي استفسارات ابعتوها لي هناك. يلا باي باي.